سؤال سيء جدا انهم باش يتهاجموا على رياض محرز بطريقه او باخرى. دي باير ليفركوزن ونادي لايبزيغ الالماني تو بري دو رومبلاسي رياض محرز اتوات انه ينتقل لنادي باير ليفركوزن. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح تسمعوا معنا صحفي كيفاش سال ياسين بن زية سؤال اكثر من سيء، سؤال رديء بأتم معنى الكلمه. وهذه هي صحافه العار اللي عندنا في الجزائر للاسف الشديد. سؤال صراحة مستفز، سؤال باش يخلق به البلبلة والمشاكل والصراعات بين اللاعبين، بين رياض محرز وبين ياسين بن زية. اسمع معنا. ياسين، tu es prêt de remplacer رياض محرز à droite, l'absence de رياض محرز؟ Non, moi je remplace personne, je suis à disposition du coach. Le coach n'importe où il me fera jouer, je vais donner le maximum de moi. J'ai la chance de pouvoir jouer à plusieurs postes. Mais après je vais jouer là où le coach me dira, mais je remplace personne dans l'équipe. كيما سمعتوا معنا السؤال اللي سأله الصحفي، كيفاش تفكر هاد الصحافة؟ ما راناش عارفين. سؤال سيء جدا، ما يتسألش للاعب في المنتخب الجزائري وما يتسألش في هذا المستوى العالي صراحة. انك تسأل لاعب راك جاي تعوض رياض محرز وكيفاش، عيب عيب وعار. ما فهمتش، انا حابين يخلقوا الصراعات بين اللاعبين، حابين يخلقوا مشكل بين رياض محرز وبين ياسين بن زية، ولكن الحمد لله انه بن زية كان ذكي وجاوبه بالطريقه اللي هي لازمه. قال له انا راني متواجد في المنتخب الجزائري مش باش نعوض رياض محرز او اي لاعب، انا موجود في المنتخب الجزائري باش نقدم الاضافه ونقدم المستوى المطلوب مني ونقدم وش يطلب مني المدرب لا اكثر ولا اقل. يعني اجابه رائعه جدا ومثاليه بالنسبة لياسين بن زية، لأنه كان جا سأله للاعب آخر أو لاعب ممكن تقلق أو لاعب ممكن ما مشاش بالطريقة الدبلوماسية كان قادر يقول كلام صراحة يولي في اصطدام بين اللاعبين رياض محرز وياسين بن زية. وهذه صحافة العار اللي يجيو للندوات الصحفية باش يخلقوا الفتنة والمشاكل بين اللاعبين. في أي منتخب وفي أي نادي توجد هناك منافسة بين اللاعبين على المراكز، وشكون يلعب اساسي وشكون لازم يخطف الاضواء وشكون اللي لازم يكون هو رجل المباراه وشكون هو لازم يكون النجم والافضل والاحسن. هذا الامر عارفينه المنافسه، ولكن باش تسال سؤال بدائي بهذا الطريقه الركيكه وتساله بالطريقه المباشره. نعرفوا أن الصحافه مشكلتها مع رياض محرز، وهاد الصحفيين عندهم نوايا اخرى اللي هي انهم باش يتهجموا على رياض محرز بطريقه او باخرى. انا نشوفوهم في البلاطوهات كيفاش راهم يتكلموا على رياض محرز ويحبوا يقللوا ويقزموا محرز وينقصوا من قيمته، ولكن ما يقدروش، ما راحش يقدروا يمحيوا له تاريخه في الدوري الانجليزي وما راحش يقدروا يمحيوا له تاريخه مع المنتخب الجزائري اللي لاعب كان لديه فضل كبير باش جابت الجزائر كاس افريقيا 2019. لاعب كبير، لاعب قدم الكثير للمنتخب الجزائري، نحترمه ونقدره كثيرا. ممكن اللاعب مستواه نقص، ممكن تراجع، هذا امر عادي وطبيعي جدا في كرة القدم، ولكن انك تسب اللاعب وتتهجم عليه وتحاول تقلل من قيمته وتخونه وتطعنه في وطنيته، هذا امر نشوفه انا غير مقبول تماما. اي انتقادات خارج كرة القدم بالنسبة لي غير مقبولة تماما. اللاعب تنتقده في مستواه، في تمريرة قدمها، في تسديدة على ما سددهاش، ولكن انك تدخل في خصوصيات وفي امور اخرى، هذا امر انا نشوفه غير مقبول. وهذا هو الشيء اللي راه يتمارسه صحافة العار عندنا في القنوات، رانا نشوفوهم يتهجموا على محرز بشكل مستمر وبشكل كبير. وهذا هو الهدف من السؤال اللي طرحه الصحفي على ياسين بن زية، يستنى في ياسين بن زية باش يرد وباش يقول كلام سيء على رياض محرز. ونعرف الحمد لله أن اللاعبين بيناتهم علاقة طيبة، ولاعبين ناس كبار في عقلهم وناس محترفين، ما راحش يسب لاعب أو راح ينتقد لاعب لأنه ليس من خصوصياته أنه باش ينتقد زميله أو باش يتكلم في زميله، لأنها من الاحترافية والاحترام ما تتكلمش على زميلك تماما، لأنه هناك مدرب
هو اللي يوظفك وهو اللي يمدلك التعليمات وهو اللي ينتقد اللاعبين ويقدر يتكلم على اللاعبين. أما لاعب باش يتكلم على لاعب آخر ما عندوش الحق في هذا الأمر إلا أنه يتكلم عليه بطريقة دبلوماسية ويشكره ويقول له أعطيه الصحة ولاعب كبير وكذا. أما أنه باش يدخل في انتقادات وكذا ما عندوش الحق. ياسين بنزية ما شاء الله عليه عجبني في الطريقة تاع الجواب تاعو، إن شاء الله نشوفوه يقدم مستوى جيد ومستوى رائع ونشوفوه متألق. زائد على ذلك الغباء تاع الصحفي أنه ياسين بنزية ورياض محرز ما يلعبوش في نفس المنصب. هنا باش تعرف أنه الصحفي بعيد كل البعد عن كرة القدم، غير موجود أوت. كيفاش تعود رياض محرز؟ يقدر هو إذا وظف المدرب يقدر يلعب في مكان محرز، ولكن مكانه الأساسي والرسمي ما يلعبش في مكان رياض محرز. ياسين بنزي يقدر يلعب ناف إدمي، يقدر يلعب رأس حربة، ويقدر يلعب كظهير أو صانع لعب، ولكن في المكان تاع رياض محرز كظهير أيمن ما هوش متعود يلعب في ذلك المركز إلا إذا كما قلنا المدرب يقدر يعوضه لأنه لاعب جيد ورائع وعنده إمكانيات كبيرة. ياسين بنزية نتمنى له كل التوفيق وكل الحب والاحترام لرياض محرز ولكل لاعبين الجزائر. وصحافة العار أحشموا شوية صراحة، أحشموا شوية ولاد بلادكم، هادو من المفروض توقفوا معهم تناصروهم مش أنكم تجيوا ضدهم. وايضا ما نسوش باش نتكلموا على امين غويري كيما راكو تشاهدوا معنا رسميا حسب الصحافه الالمانيه انه نادي باير ليفركوزن ونادي لايبزيغ الالماني يريدون التعاقد مع امين غويري وحابين يتعاقدوا مع هذا اللاعب. انا نشوفها خطوه حتكون جيده ورائعه جدا بالنسبه لامين غويري انه يروح وينتقل سوى لنادي باير ليفركوزن او نادي لايبزيغ. ولكن انا واحد من الناس نفضل انه ينتقل الى نادي باير ليفركوزن مع المدرب الرائع والشاب والمدرب اللي عنده امكانيات كبيره اللي هو تشابي الونسو. نشوفوا انه راح ينجح مع باير ليفركوزن امين غويري اذا انتقل لهذا النادي، وممكن ينفعه كثيرا الدوري الالماني باش يطور نفسه ويحسن نفسه افضل له من انه يبقى في الدوري الفرنسي، لانه نشوف الدوري الفرنسي دوري ضعيف جدا ما راحش يقدر يطور اللاعبين وما راحش يقدر يقدم لهم اضافات. زائد على ذلك العنصريه الموجوده في الدوري الفرنسي من الفرنسيين اتجاه اللاعبين الجزائريين والمسلمين، يعني افضل له انه يروح يلعب في الدوري الالماني. الالمان انضباط كبير ويعملوا بجهد، يعني اللاعب ما كاش اللاعب راح يتطور بطريقه كبيره جدا ان شاء الله نشوفوه مع باير ليفركوزن. ايضا بالنسبه لنادي لايبزيغ ليس بالنادي يعني ضعيف، نادي قوي، نادي عنيد، نادي اللي ينافس ويلعب في المنافسات الاوروبيه، نادي جيد جدا ورايح يتطور من سنه الى سنه. ولكن بالنسبه لي كما تكلمنا نتمنى انه ينتقل لنادي باير ليفركوزن بدلا من نادي لايبزيغ. كل التوفيق لأمين غويري، وما تنسوش تعطونا رايكم في هذا الموضوع وفي كل المواضيع اللي تكلمنا عليها، رايكم مهم جدا في التعليق. تحيه لكم وتحيه لكل ابناء الجزائر.